بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قد بنا إن عشر كي أفر يلباتنات برشاد أحكام تصوان كسب سنة وحن عشر كي نيهر أغسو هذا الني إنه يكمل تهي عمل فلك يعبادة اللبادين أيوه طبانك الدنبي أي رمضانك إنه يكمل تهي صلاة ديو آد لو حفظ ديو قفكو إنو سنهبين كيو دان سوج انت سوج يدو صلاة دي فرد كهات كسي حان صبحي إيا دور كي صلاة دي كلابا وحاوه وحا أو أجر كوسي بادين أي أي كمل تهو صون كاقو كو كبايا ليلة القدر غانوا اللقو غارة يهدي فرد كآد توسيدي عشر كان مانتا وحن وغسي هل دونا إسلا صلاة دا لكن أيضا أيانا الليلة القدر جي حرير للا قفك وحن لقربا إنو هبين كمركو الليلة القدر جي رادين يطبان كردن با إنو هبين كاس استاغو وعبادة دي بضيو وحيالها أو قيام الليل كي أرنق ما وحا كمدا أو آنكا هول يرين با قفكو صلاة دي صبح إيو عشيه إنو جماعة كتو كدو هدو الصبح يا جماعة كتو كذي عشها قف كاس هوشي سو مسهلنا سلا قيام الليل أيوب السمايي هدو لكن جماعة دينا او كتاقو هبين كينا سونا او كسو جيدا وحبادنا قف كاس كمغان وين قف كو او هدو رب الليلة القدر انو هلالا شرف كاس هبين كاس او جارو او جماعة دي الالية صلاة دها ان حديث او ورين ايو عبد الرحمن بن ابي عمره ايو وحو لاي هاي عثمان بن عفان أيام مسجد كسوق علي بعد صلاة المغرب خليف كيس الدحاد الرسول كأيام مسجد كسوق علي المغرب كصلاة دي سكبعد مركز أيو كليس فريستي مركزان لصو فريستير مركزان وحن كؤرير يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجى معناه وحو يرير وحو يرير ولالك ومن مقش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن مغلي رسولك إلهي عثمان بن عفان يقوله يري ولالك وحن مغلي رسولك إلهي وله من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل قفك صلاة عشاء جماعة كنت كذا وحن لم يهي هبينك كالبركيس أسوء استاغو صلاة الليل أتاقنا أجرك أهلا وفرسو من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل قفك عشاء جماعة كنت كذا أساقو هبينك كالبركيس استاغي ولمديه ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله قفك صلاة الصبح جماعة كنت كذا وحو لمديه هاي إنو صلاة دي هبينك يقدم بصلاة الليل أتاقنا وفرسو ها مركا ما دابا أن طبعاً كده باجتهاد إنه رمضان كعبادة دي أن بدينا إنه وحوي أن هبين كنا لينا إنه وحيالها أد نوع عوينا يوحى كمدة إن كده قالنا فرد كي أن صبح يعشيه بجماعة إنه كده كنا صلاة لها كلا ضدك بدنا جماعة وبكده كده إنه هذا مساجد دي اللي آدي كرا لكن صبح يعشها قف كست جورج يسكون الجنية أما هردا أم عن oo kaliisu iska tukada marka aan ku dagaalno maxay la nabigaana suuban wuxuu nalay calayhi salaatu wasalaam qofkii cishaha jamaacu ku tukada habeenkii kala bar asoo salaatu leel u taagnaayo lamidii qofkii subaxa jamaacu ku tukadana habeenkii dhanba asoo salaatu leel u taagnaayo lamidii waa xadiis uu warinayo imaam muslim kitaabkiisa saxiix muslim ka uu ku warinayo marka salaadeena aan hagaajino salaadeena aan toosino waxay ka mid tahay waxyaalaha nagu caawinaya إن ما رأيتي أن كيرنس ليلة القدر جي أن كإلى علنا وحي لها قلادات كا وحي برونا يا صلاة دن أن كإلى علنا وحي صلاة ما رأيتي أن أجر كيدر برونا يا أن كإلى علنا وحي صورنا أن كإلى علنا وحي لها مهم كأيتها هي وحي كملة قف كصلاة دي مركو تكنا يه إنه سن عرضة فير فيرن أو سن كر إيه أجن تتك ما رأيتي حالة بدن إسك جلان معايا لنبي عليه الصلاة والسلام واقو النهي واقو ديدي حديث صحيحة أو بخاري مسلم لبدا بورينا يان أيان نبي وحو كوير عليه الصلاة والسلام
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم كورم يردد حالكود محوية هاي صلاة دو دمرك كوشيران إنها كر أتاقي وكر فيرفيرنا يعرض كر أسكا فيرسانايا إلى النبي هذا الكيس أكو أتقاد عليه الصلاة والسلام وحيري لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ويكجوغيان يعني أرنتاس ويسكدينيان يعني أما أرق دانا لقادة دونا هو إلهي أرق لعن أيوغ أهو كغتاق دونا سيداس مارك قفكستو كالدكتورو وحاوي صلاة خشوع عن كوغلنو عن تدبر كوغلنو عن كوددالنو صلاة وحاوي أجر بدانا كهلينا وحان كوغارينا رمضان كي طبان كدنب إنا ليلة القدر كو حلالنا أعماش الله قبتين وقو فضلق بانتهاي أو طبان كدنبو للاي هاي يعني نكفه من سيقال دانو dadku sida ay 12 dambe yeelan inta badan yaana yeelin waxa weey waa ka hadli doona 10 oo ma bacda ramadaan insha Allah taala dadka qaar kood waxa weey 12 kaas dambe inta ijtihaadaan ay ramadaan markuu dhamaadana halka uga tagaan wax kasto khayra 12 dambe mid kale macnaheedu ma aha faradki inaad ka tagtid oo fududaysatid waa inaad faradkiiba ku dadaasha ka bacdi sunnada aad ku darsata waxaan rabaa 10 ka inta nooga hartay inaan ka soo gudbiyo ama aan kaga sheekeyo حكايات هي أخبارك سابسن صلاة الخاشعين دادك خشوع جيري صلاة دودي سلفك صلاة دودو سيدة إهد محايا إلا دادك صلاة دودة مركي نالكا شاكايو وحان هليلة إنا وحبادن أو معانك صلاة دا أيان دريم دونا سيؤتو كجيرين أيان دريم دونا محايا إلا دادك سر رونا أي نبي قد يسالين عليه الصلاة والسلام مركاسي سورة صحة أو قد يشادي رسولك أي نويسو قد بيان aan marka inaan ku daysano oo sida afcaasha fiican oo laga sheegayo aan kaga daysano ayaan u akhrinayna taariikhdooda waana muhiim weey qofku inuu salaada uu kaga daysado qofba qofku kaga fiican yahay marka koobaad khushuucu waxa weeye waa miraha iimaanka iyo natiijo ka dhalata aan yaqiinta qofku haysto ilaahay weynayntiisa qofki ilaahay khushuuc uu siiyo salaada dhexdeeda iyo meelaha kalaba waxa weeye qofkaasi waa liibaanay marka qofku inuu mar kastaba khushuuc u yeesho xataa kaliis marku khalwa ku jiro uu yeesho khushuuc ayaa muhiim ah khushuucaas qayb waxa ka jira salaada kaliya ka dhasho oo aan si kale qofku u ku gaareen marka salafkii oo kale waxa weeye markaan taariikhdooda ka sheekeyno waxyaala fara badan aan arki doono cajiiba waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Rabiic bin Khaytham wuxuu ahaa adoomaha ilaahay ee aad ilaahay uga xishooda aad ilaahay uga cabsado waxa leeyahay ninkaas heer wuxuu gaaray indhihiisa laabitaanka uu laabayo inuusan dadka soo socda uusan kala aqoon ayuu gaaray ilaa dadka qayb kamid ay u maleeyeen inuu indhala yahay marka wuxuu u imaa jiray markasta guriga Cabdullaahi ibn Mas'uud ayuu u imaa jiray oo uu soo booqan jiray ilaa 20 sano markaas adoonta Cabdullaahi ibn Mas'uud markii ay aragto waxay dhigi jirtay waa kan saaxiibkaaga indhaha la ah indholkaha ilaa inuu ay maaragtay inuu indhala yahay mooda ilaa maba fiiriyaba marka sidaas ayay dhigi jirtay markaas uu Cabdullaahi ibn Mas'uud uu ku qosli jiray hadalkeeda markii uu albaabka soo garaaco ayaa jaariyadu inta u baxdo ay ka furi jirtay markaas uu hoos iska fiirinayaa asagu soo aragiisa laabaya dadkana waxa weeyaasay gabdhihii iyo isha ugu hayaan markasta عبد الله بن مسعود مركي او فيري و خو دي جيري الا عبد الله بن مسعود و اوغي اسغو هدا مركي رغ و لك اليوم و اسفيرنا يا وبشر المخبتين و خو يري دي جيري كو بشارايسو ان اتاي كو مخبتين تها اله ادعي و قانتين تها و مارته اله او ير وبشر المخبتين ايا تهو دي جيري مركاس و خو عبد الله بن مسعود كو دي جيري ربيع بن خيثم اما والله لو راك محمد صلى الله عليه وسلم la farxa bik hadii uu nabi maxamed ku arki lahaa ilaahan ku dhaartaa duun ku arki lahaa waa kugu farxi lahaa ha maxay la adoon waxa ta sirrona u raacay nabiguna waa ku farxaya qofkii oo umadiisa kamid ah oo si fiican u raac maalinka qiyaamada ku farxaya markaas uu Rabiic wuxuu dhigi jiray hadda salaada ila ka hadleyne Rabiic wuxuu dhigi jiray ma dakhaltu fi salatin qad fa ahammani fiha illa ma aqulu wama yuqalu li waligay salaad inta galay kama fakarin wax kale yar waxaanba ka fakari jiray oo utun iyo kurba igu hay jiray waxa aan leeyahay salaada dhexdeed koow iyo waxa la dhihi doono aniga maalinka qiyaam
salaad deedi ma ansaxday ma laga aqbalay waxa la idhi doono labadaas aan ka hadaan salaad galaba ka fakaray jiray yir allahu akbar u fiirso sidoo kale aamir bin abdullah wuxuu kamid ah dadka aad khushuucooda loogu soo qaato tusaale ay salaada ku khushuucayaan waxa la yiri wuxuu hadii uu tukanayo gabadhiisa daf iskaga agaraaca jirtay dumarka iska maaragtay ka sheekaysan jiray waxa ay rabaan mana uusan maqli jirin mana fahmi jirin waxa ay leeyihiin waxa xataa meesha ka socda mana uusan fahmi jirin mana maqli jirin maalin maalmaha kamida ayaa waxa la yiri naftaadu salaada intaa ku jirto wax ma kaaga sheekaysaa maxay kaaga sheekaysaa macnaha waxaa kugu soo dhacay ilaa dadka qaybaa xisaab dhan dukaamo dhan ku xisaaba salaada dhexdeeda allahu akbar adiga maxaa naftaadu kaaga sheekaysaa la yiri salaada markaa ku jirtid markaasu wuxuu dhihi jiray biwuquufi bayna yaday illaahi caza wajal wa munsarafi ixda daarin waxaa la iiga waxay iiga sheekaysaa uu yiri ilaahay hor istaaggiisa aan taaganahay iyo labada daarood midda aan u gadoomi doono ayay iiga sheekaysaa naftayda salaada haddaan galo allahu akbar markaasaa la yidhi fahal tajidu shay-an mimaa najidu min umuuri dunya waxyaalaha adduunyada umuuraheeda kamid ee annagu aan helayno wax kamida ma kugu soo dhacaan salaada intaa ku jirtid waxyaalahaas xisaabahaas kale adduunyahu salaada markii aan galno imaanaya waaridaadkaas qulubta kusoo dhacaysa oo dad dukaamo xisaabayaan howlo badan gelayaan adiga salaada dhexdeeda ma kugu soo dhacaan markaasu wuxuu yidhi lan takhtalifa alasinatu fiya axabu ilaya min an ajida fi salaati maa tajidun in warma isu kay dhaafaan yaa aan ka jecluhu yidhi salaada dhexdeeda inaan ku helo waxyaalahaas wasaawistahood sheeganaysaan sidoo kale muslim binu yasaar ayaa kamid ahaa khaashiciintii salaada waxaa la sheegay isagoo masjid ku tukanaya in istiwaano weyn ee masjidka uu soo dhacay bab agtiisa kusoo yiri asoo salaada ku jira mana uusan dareemin maba uusan ogaanba maxaa yeelay ilaahay buu ku maqan yahay cabsidii ilaahay ayaa soo hor istaagtay annagana maantoo dhan waxaa laga yaabaa inaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin aan leenahay ilaah adigan ku caabudayna ilaah adigan kaalma ku weydiisanayna aan markaasna ka fakarayno markaan ilaahay saa ula hadlayno waxyaalaha xun oo liita inaan ka fakarayno dunuub in qalbigeennu soo garsho wax xun inay qalbigeennu kusoo dhacaan ka waran xaalkeen maalka qiyaama xaggaan galaynaa allahu akbar muslim bnu yasaar sidaas ayaa maaragtay uu ahaa xaalkiisu qayb kamida salafkii waxaa la sheegay in uu cudur uga dhacay xibnahooda qayb kamida loona baahday in la qalo ama laga jaro mana markaasaa waxaa la yidhi goormaa la jari karaa kabuubyo iyo waxaas ilaa lama hayna ma ogta goormaa la jari karaa markaasaa waxaa la yidhi markuu salaada galo waxba ma dareemo dareenka ka tagaba ilaahay uu ku maqan yahay markaasaa la jaro markaasaa asagoo salaada ku jira laga jaro allahu akbar bal u fiirso dadkaas heerkay ahaayeen iyo adigu heerkaa tahay ismiisaam qof kastow walba wax kale haddaan awoodi weyno ramadaankan aan isku dayno in salaadeena khushuuceeda aan soo ceshano oo markaas aan gaajoonahay aan bal qalbiga inta la dadaalna aan khushuuc soo ceshano waxaa kaloo la sheegay in qayb kamida ay yidhaahdeen assalaatu min alaakhira faidaa dakhaltu fiiha kharajtu min addunya waxay yidhaahdeen salaadu aakhiraday kamid tahay haddii aan galana adduunyadanba waa ka tagaba adduunya waa isdayn rag kale waxaa la yidhi salaada dhexdeeda maxaa in kusoo dhaco wasaawisa markaasay yidhaahde oo adduunye ah adduunye wax maxaa kamid o in kusoo dhaco markaasay yidhahan adduunye wax ah naguma soo dhacan salaada dhexdeeda iyo banaankeeda midna ilaahay cabsidiisa iyo hor istaaggiisa iyo halkaasaan ka fakarnaa waxaa la weydiiyey qayb kamida salafkii hal tadkuru fi salaati shay-a salaada dhexdeeda waxyaala aad xusiisata ma jiraa markaasuu yiri yaa layidhi wa hal shay-un axabba ilay min asalaati fa adkuruhu fiiha ma jira ma waxaa jira wax salaada aan ka jeclaha oo aan ku xusiista markaa dhexdeeda ama aan ku sheego wax iiga fiicanba maba jiraanba marka shayga aad jeceshahaad salaada dhexdeeda ku xusiisanaysaa
مركا أيضاً بوجش على وحكست غير هذا أبو الدرداء الله كره على النقطة وح هذا الذي سكملها أصحابك جليلك من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ أبو الدرداء وح هذا الذي سكملها قفك فقه جي سواح كمل إنه الدين تفهم سني وحيلها تصينا يوح كمل ليجر إنه مركه رحاجين كيس يدنيه سجوته وهدي عنا أي طالع وحيلها سكال إنه مركه رجوته سئو صلاة أقل قلبك صفارق أوه وحبقه سنتبين لكن هدي وحيلها عنطي وحيلك لا أهجي لان وعدي عكر قلبك وحاس إنه كويس وس مركه قفك فقه جي سي كمل هاي أيو يري الله كره النقد أبو الدرداء أصحابك سجليلك وحو ورنا يا لقى ورنا يا عبد الله بن عنمة وحو يروح عركو يرى عمار بن يسار الله كره النقد أسوى مسجد كسوق علي تكدي رسول صلاة دي فدودي هذا أركان تي شروط دي وليمت لكن سيدك لو فدودي مركاسان وحان كو إروي رسالة دا مركو كبحين تأو استاغي يا أبا اليغضان وانا يناسيس كون يديس صلاة دا وفدوديس مركزو وحو يري فهل رأيتني إن تقصت من حدودها شيئا ما واحد يعركتي أنيقو أركان تيدي شروط ديدي حدود ديدي وحكا كتاقي وعميان كان نسخامي إلا فضوضين توقدي أو وحن نسخامي سيدي بلاد صلاة مركزا إرون ما يا الله إله أركان تيدي وحدي حسي لدي أوكي كو أحا ها مركزو سببتي أشياء مركو أفضو دي أو سيدي راتك أغسو قابي مركزوري فإني بادرت بها سهوة الشيطان وحن كلدك دق الشيطان كسهو يسو إن الشيطان وحب قلبك وكسو ردان دي دي وحن مغلو يري نبي قول عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تصعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها روح وعير نبي عليه الصلاة والسلام الضون أي صلاة كني أي دو صلاة داس أن لو قرين مركي لغا ريبو عشر كيت كليها لو قري وحكال لو قري ماي أو معناها طبعا ميلود ميل كليها لو قري انت كل خلاص أما سقال ميلود ميل أما سيداد ميلود ميل أما تدو ميل مركي لو قرش ميل أما ليح ميلود ميل أما شان ميلود ميل أما ربع عيد ميل أما ثلث صدح ميلود ميل أما نس مدوميت كده بيو كروي انت كلام معناها ما بقوس جوجين بقى انت كلام ما بقوس جوجين وحديث امام احمد ورينيو مركه وحسن كلام دقدق يير ان كلام عرري شيطان كسهو غاسوس ايغو سو غلين مايلاي سفيان الثوري هذا الذي لغا وريا وحا كميدها انو يري يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها قفك صلاه ديسه وحا لو قرا انت او فهمه او غرتي او اوغا انت ولا سعودي انت قالوا حد دعي كرت اماميه دد قيب اسكغا خيران يهين اي سبا اوغين بو waxaa ayagu sameeyeen imaamiyadaas u tala saartay tawakkal ala allah ha sheekh culamadii hore kamid waxa wuxuu yiri hada dadku 88 ay iska tokadaan u yiri dad salaada hadaa imaam fiican helin macnaa waxa weey ma ogaba waa istaagaya maanta dhan qac 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 tiri on haday shan noqoto haday todoba noqoto haday lix noqoto khalas hadhow iska salaama naqso ay isleeyeen u yiri markii oo xogaa nambarkii uu soo dhadhawaad وقطر أنجي صلاة نحت على إلهه نافذة وصلاة الوجود دال وحكست أيضا كهرس مالك قيام وح جهر ولا سكح حساب أيضا وي أن سفيان الثوري عبد الله بن مبارك حليه سفيان الثوري يوم حوي دين يصلي أي شيء ينوي بصلاته صلاة دي سمحولا ني سنة يعني أو تكنا يا نيدي أو إلهي يعني صلاة حرشدة ذات ماهم وخصوص نيه markaasuu yiri yanwi an yunaajiya rabba wuxuu la niyeysanay in rabbigiisa la faqo oo rabbigiisa la koodo ilaahay isu la hadlaya iyyaka nacbudu wa iyyaka nasta'in marka laada alxamdulillah ilaahay aad tilmaamihiisa iyo mahadcelintiisa iyo ammaantiisa iyo adiga inuu ku hanuuniyo ihdinaa calaada marka ilaahay la hadlaya taasuu la niyeysanaya سيدنا عمر بن الخطاب وحال غوري رضي الله عنه مالن مالما كميدا منبر كاسو كسغن ايا وحو يري ان الرجل لا يشيب عارضاه في الاسلام وما اكمل لله صلاه قط الله وحو يري سيد عمر
وعلى جوري مال أصلا من بركة سارن قف أيه لبدي سهرت لبدي سان عارض هريت دري سان أيه إسلام ككل حد قوة يدق وكل غني معنا ولي جزء مسلم ها سويت كناي الصوم هل صلاة إلهي ولا ما يسترم بق ولي جزء تكناي ما عبنا كم جيران ولا فيرس معناه ما هو تكناي يشيك شجيد ما نطلع المسجد كان تجي مسجد كان هذا هبل عن يال ما هن معناه وأن صلاة دي صحة شروط دي أركان تدي تلمامه دي وضعت الله تماذا صلاة دو قفكو تكنا يا قفكو إسلام كنحد يسوكو عرابا يا الساقون إلهي بصلاة كل هل صلاة أولا ما يسترين وليس مركاسا اللي رساكو لعضا تاس مركاسو يرى لا يتم خشوعها ولا وتواضعها وإقباله على الله فيها هذا وحو سألا ما يسترين خشوعي دي يتواضع دي يقابل تانكي إلهي أقابله هذا واحد وان صحيانه فرد يقفك كدعى يقبل كل بيك ليه الله أكبر عبد الله بن مسعود الله كره لنا أصحابك الجليل كوح القوري لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ذاتك أهل العلم قاهي هذا علم إلى علي لهايين ودوري لهايين oo cilmiga dadka mudan ay bari lahaayeen waqtigooda dadka joogay madax u noqolahayn ahlu cilmigu laakiin macneedu waxa weey cilmigan la ilaalin dadkii mudnaayeen la siin walakinahum badaluhu li ahli dunya li yanalu bihi min dunyahum laakin ahlu cilmigu cilmigi waxay u dhiibeen dadkii ahlu adduunyadaha si ay adduunyadooda wax uga helaan allahu akbar فهانوا عليهم مركاسي فضايستين وإهانيستين أهل العلم قال إهانيسنا يا مرك أهل الدنيا اللي بين علم جودي سأيو حقه هلا يقل إهانيس محايا لو هو استجن عبد الله بن مسعود محوير حديث كعب بن ماجه ورنا يا مركاس سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم وحان مغلي نبي جيني أيان مغلير يقول الصلاة من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشبعت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك قفكي وحو يري همومتي سئي كربوين كي سئي مرقيال كي سكرنغ هل كربو أو آخرة كربا ديد إنو آخرة كفكرو إلهي أياتن الدنيا كافية وفيرسو هدي هم جاجا يمرق تذا يكرب هذا أتكلم تأخر ساعة كبد بعد له أو صلاة داد أساعة كسحد صون كاجا أساعة كسحد كيف فكرت أبي وما لقى أقبل مثلا لقى ما أقبل يا ما كشروط دي يسونون تي وحنا لا تي ما ديد هدا استراحة ديد صون كاجي صدر رمضان صونت أما الله بعثنا صونت أما طبنا صونت أنت كلو كوهرتنا وكوس وصعتا أبي وسيكون دعاء دا كرب هذا دساس أهات و آخره بدبادد أهات كفا كرتد إلهي كربدي الدنيا كاقعدي ومن تشبعت به الهموم قفك هموم تسكو قطي ماد كربوين في أحوال الدنيا حقان كان دعا بركسو صون حسي سنين صلاة حسي سنين التيقو سمين إغتري صون كوحاوي أرادو كجرة سوء صومي ميغان قار كود غرح دي سوء جيدة أفوريان قار كم بدا وحا عد ربتا او جواب تدين تكاقاتان waxaa dhaqaatiirti laga ma qaato qof kasta dhaqtarnimadka laga ma qaato qof aan dhaqtar ahayn laakiin diinti danan laga lahayn markaas cid kasta ha qof kasta oo qayliyo oo wax sheega diinta waa laga qaadanaya maxay dadan laga malaba ha ifudud adu qil ishaqil ishab su'aalaha dii culimada la weydiinayo waa la rogaya wuxuu isku dayaa sid asagu u rabo qof kasta ilaahay ka cabso سؤال هذا أدو انتقل ديد سيدا أد أشيك تشيغ سيدا أوي ديد أكو جواب مالك قيامة مبد بادي سيد وإن سيدا أي تهي أوي دي ساعة علماء ها مركا وحكا استبا دان لغا مالا بهمومتي الدنيا قفكو قفكي وحو يري اسكو قطي ما دا كربادها الدنيا دو أو الدنيا كالي كفكرة لم يبالي الله في أي أوديتي هلك إلهي أما آبايا لا يوم كالا جعلا الدنيا دو وادياش إذا كان كو هلاك سما يكون إيمانه حديث ابن ماجه ورنا يسون ابن ماجه مركا أن هم يجي أن كان نجنا هم يجي آخره أن هم يجي أن كان نجنا سيد أن صلاة ده أن كوس حلاهين أن هم يجي أن كان نجنا
سيدي الصون كان أن كوسي حلاهين أن همي كان كان دقنو سيدي إلهي سبحانه وتعالى أكتيس أو عقو قاري لهين صون كا طبان كالدنبي صلاة دينا أن سي سحنو أن سي قرحنو صون كان أن سي سحنو أن سي قرحنو أن كود دادالنو إن أن سلف كي انت تاريخ دو دبرانو سيدي إلهي سبحانه وتعالى أعابدو جيرين سيدي الرسول كو قود ديسا جيرين إنا قود ديسانو و صلاة خشوع دبادينو و ليلة القدر يجمر كان رادينينو صلاة فرد كهاد أن وحكست أوكي كدقنو و صلاة الصبح أن كسيحن و صلاة الظهر أن كسيحن و صلاة عصر أن كمشغولن و مغرب كي سيسح أوتوكنو و وحوي مسائشة أن نور جير كسوع العلن أفر كيوك المركي اللي عونا وحن نري تمرتي يوحي معانا مركي اللي عونا و واجب قفكو إنو ما إسكا عضايا ما أكلغ لغضو أساقو معانكي أفكا أقبو حادو إسكا قلا صلاة دا و صلاة دن أن لو أبيلن وقطر وي waxaan ku celcelinay dadkii markay gaajoodaan surweeladii iyo shaararka ama ay suuxan u xirteen salaadii waxa arkaysa magribkii ayadoo surweelka wada dhacay oo salkii banaan yahay awradii banaan salaadii ma ansaxayso marka aan ku dadaalna salaadeena inaan saxno soonkeena aan saxno markaasna leelatul qadriga gaareyna ilaahay waxaan dhana naga aqbalaya asharkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaya wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.